استنى قرارك يوم الحد. معانا المستشار مرتضى منصور. اهلا بيك يا سياده المستشار. دكتور عمرو الساعه كام معاك دلوقتي؟ الساعه سوين الساعه 3 كام يا دكتور؟ 3 الا 7 دقايق. انت عارف طبعا انا من الساعه 12 طالب الاخ عمرو الخياط ارد على اللي اتقال بخصوص بعض الكلام قبل ما تجيبوا الولد الفاشل اللي قلبوا عليا وانتوا فرحانين. ثواني بس. اسمع بس يا دكتور. لا 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 حضرتك تسمعني. لا اسمعني انت. لا انت حضرتك اسمعني. لا اسمعني انا ما شرفيش اطلع منك. يبقى ايه ده؟ ما بخافش انا. الكلام ده بقى الظاهره الصوتيه دي ما بتمشيش معايا انا. ايه يا كابتن؟ انا عادي جدا. انا عادي جدا. القصه كلها افراد. انا بس ناس ضعفت، ناس ضعفت عشان الاصوات للاسف. انا بقول لكل اللي ضعف انه اشترى بتروماي بجد، اشترى بتروماي. الاثنين اللي قاعدين دول ما بيخافوش الا ربنا، ما بيخافوش معاهم اي حاجه خالص. وانا سعيد جدا يا كابتن شوبير ان احنا طلعنا ابرأنا ذمتنا من البيع او الشراء او التطبيل او ان احنا غيرنا اي حاجه. عمرنا ما هنغير راينا.